الفلتان الامني اللي هو انعكاسه سلبي على الـ على الـ على تونس وعلى اقتصادها وعلى المجتمع التونسي، ثم محبط من ما يسمى بين الزفرين المفكرين والمثقفين التوانسه، لانه صراحه هناك عدم احترام لبعضنا بعض. كيف اشترى؟ ها باش نقول لك عليه. تو انا نسمع في الموسيقار اللي كانوا في الانظمه القديمه والمثقفين هذه، انا ما اسمع بهم ابدا. ما كنتش نسمع بهم. تو الاستاذ الموسيقي العظيم هذا اللي عمل الحضره وكان معناها عمره ما حل فمه قبل وقت في النظام القديم، تو اليوم ولا اصبح معناها يقول باش مفتي. عيب راه احترامنا لبعضنا، احترامنا لبعضنا راهو قيمه من قيم. هنا الالماني يقول بيتشن، ما نتفضل كي ياخذ حاجه يقول شكرا. يا ودي هذه مبادئ اخلاقيه تربويه، علاش المجتمع التونسي ما يسلمش؟ اذا كانت النخبه هكا تتعامل فيما بينها فما بالك بالشعب الكريم. ثم انه الارهاب هم هذوما انصار الجريمه، هذوما مجرمين في حق البلاد وفي حق دينهم وفي حق نفسهم. كيفاش معناها انه هذه معناها بعد ما الثوره اللي جات كما قال الاستاذ على الحريه والكرامه تصبح الان فهمني تدان من طرف مجرمين مجرمين مجرمين. شكرا لك. شكرا لك سي محمد. على كل حال هذا حوار مفتوح لكل التوانسه، هذه هي